طبعا لن يقبل على احتياج الهلال، ولو يطلع عند النقاز يقول انا عندي عقد مع نادي الزمالك، ويطلع مسؤولين نادي الزمالك يقولون عندنا عقد مع نادي الاهلي، حتى لو النادي الاهلي السعودي يقولون ما راح يقبل. الاخر ليش؟ التاريخ يسخر. التاريخ امامك كلها، يعني انت تخيل قضيه محمد القرني والعويشير ترفضها وتعمل لفه قانونيه ويرفض حتى مركز التحكيم الرياضي، مركز التحكيم يرفض رئيسها انه القضيه تروح محكمه، يعني عند رئيس جديد ثاني. لا حول ولا قوه. اي رئيس ثاني الحميداني. تفضل فهد. خالد انت تكلمت والله ما عرضت ولا شيء، ونص كلامك هذا وش مختلف معنا معه. حلو ذو شو اسمه ذا؟ شو اسمه؟ انه واحد يتكلم وانت تدخل عليه بالكلام. لا 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 بس كلامك طيب. غريب يعني. يعني انت اللي كلامك لا 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 غريب غريب كلامك. اول كان رؤساء اخرين. طيب خالد الان رؤساء ثانيين. بعطيك فرصه تفضل فهد. تفضل تفضل. شوف يا عزيزي. احنا عندنا كان عندنا وقائع كثيره جدا. شفت هذه القضيه تذكرني بالاجواءها زي الاجواء اللي قبل العويس. الاهلي مظلوم والاهلي ما عنده مشكله والاهلي مدرسه القانون. ونعرف بعدها توالي هذه القضية. أنا أتكلم تاريخيا، كسرت تاريخي الهلال ما يكسب أي قضية إلى أنه يعني أنت تمنع أنك تروح فيفا، تمنع عندك مركز التحكيم الرياضي، يمنع رئيس اللجنة في قضية العوشير والقرن، يمنع رئيس مركز التحكيم الرياضي يمنع وصولها للقضاء التقاضي، هو كرئيس يرفض وصولها التقاضي، يمنعها يبطلها من عنده كرئيس من صلاحياته، مع انه عندك خلهم ما انت تشوف انه خطا خلها تروح تقاضي ويحكم فيها. المصيبه العظمى انه الاتحاد القادم يعدل هذا القرار الموسم اللي بعده، يصلح الماده اللي الهلال مشتكي فيها انه اللعيبه اسقطوا واصبحوا هواة ورجع، يعني كانت وضع انه كانت له هم محترفين ويمنع المحترفين داخل خارج فترات التسجيل انهم يتسجلون في اي نادي، تسقطه ويصير هاوي وترجع.